سؤالي لليوم، ماذا لو كل الناس تقدر تستخدم فوتوشوب وبجودة عالية وحرفية عالية؟ شيء هذا راح يقدمه لنا بديل الفوتوشوب اللي بيخلي الكل يقدر يستخدمه بدون خبرة كبيرة، ومع ذلك يطلع بنتائج مخيفة وخرافية أفضل من فوتوشوب بمراحل، لدرجة أنك ما راح تصدق عينك. تعال أعلمك وش سالفة البرنامج الجديد. ومرحبا عدهم، اول شيء اشترك معنا وفعل زر الجرس على اساس ما يفوتك اي شيء رهيب مثل هذا الفيديو. وقبل ما نبدا شوفوا معي الابداع بهذه التعديلات. هذا الشيء العظيم جدا برنامج اسمه دراغان، هو برنامج قادر انه يسوي لك اشياء ما تقدر تسويها حتى بفوتوشوب، اشياء راح تخليك ما راح تصدق اي صوره راح تشوفها بالمستقبل، ربما ما تصدق اي صوره تشوفها بحياتك اصلا. البرنامج صممته ثلاث شركات رئيسيه، جوجل وام اي تي وماكس بلانك انستيتيوت انفورماتيك. الجديد بهذا البرنامج انه اول شيء سهل الاستخدام، تقدر انك تختار اي صوره، تحط نقط على اي صوره وتحدد وين مكان السهم، وبالتالي لما تضغط تشغيل يبدا يحرك الصوره ويغيرها بحسب طلباتك، وهو في ذكاء اصطناعي يصنع المعجز. فلو مثلا عندك صوره اسد وطلبت منه يفتح فمه فراح يفتح فمه، والمثير والرهيب جدا انه راح يحط له انياب، لانه يدري ان الاسد المفروض يكون عنده انياب، وهذه بحد ذاتها لو وقفت الفيديو جلست تفكر فيها شيء مخيف الصراحة. المبهر أكثر أنه هذه العملية كلها راح تتم خلال ثواني، فكر نفس هذه العملية كم راح تحتاج عشان تنفذها بفوتوشوب بنفس الجودة. تبغى شخص أو حيوان أنه يلتفت للجهة الثانية لأنك تعبت وتقول له طالع فيني وعي طالع فيك وتتصوره، فراح تقدر تحرك راسه، ولو خليته يلتفت هذه الجهة فالبرنامج راح يخمن ايش هذه الجهة المفروض يكون شكلها وراح يزبطها لك، وغالبا راح تكون قريبة من الواقع. الأقوى من كذا انه شخص لو مسوي حركة معينة بيده تقدر تنزلها لتحت، والحيوان الواقف تقدر تجلسه او حتى العكس. والمثير والمبهر اكثر انك تقدر تحركهم بدون ما يتأثر اللي حوله، ما راح تنسحب الاشياء اللي حولها وتخرب الصورة كاملة. كل هذه شغلات تسويها بمجرد السحب فقط، تسحب بالماوس. اعطيك شيء اقوى منها، لما تسحب ارجل الحصان ولا الفيل ولا اي شيء فانه البرنامج يفهم ما يصلح تغير وضعيته من أي منطقة في الرجل، بل فيه مفاصل في الرجل والحركة لابد تكون من المفصل نفسه، وبالتالي راح يحرك لك العضو من خلال المفصل، وطريقة حركته راح تتطابق مع طريقة حركة الشيء بالواقع. هذا النوع من الشغل إذا جينا نقارنه بفوتوشوب ودك تسوي بفوتوشوب راح تحتاج أيام ربما أشهر ببعض الحالات، وببعض اللقطات هو مستحيل تسويها. فإذا كنا نقول إنه مستحيل تسويها بفوتوشوب ولا تحتاج أشهر، المبهر انك تقدر تسويها بهذا البرنامج فقط بالماوس، ما في اي فلسفه ولا لازم يكون عندك خبره، واي احد يقدر يستخدمه. طيب كيف هو يسوي هذا الشيء وكيف يشتغل هذا البرنامج؟ فوتوشوب يعتمد على ازاحه البكسلات في الصوره وتقعد تلعب فيها، لكن هذا البرنامج مختلف كليا، يعني يستخدم فكره تقنيه مختلفه. هو يستخدم الذكاء الاصطناعي والمفهوم السابق اللي عنده تعلمه عن الحياه ليعيد انشاء وتصميم الطبقات المخفيه في الصوره، يعني كانه يعيد رسم اجزاء من الصوره خلال ثواني انت ما تحس فيها. هذه الطبقات تقدر تعيد رسمها بفوتوشوب، ولكن اذا كنت بتسويها فانت راح تحتاج ساعات طويله جدا، هذا وانت خبير فوتوشوب، بينما استخدام دراغان كل اللي تحتاجه كمبيوتر وماوس، مو لازم تكون خبير. دراغان يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي انواع، والنوع اللي يستخدمه يسمونه بي جنريتيف ادفيرسريال نتورك، يختصرونها ب جانز. طيب جانز وسالفتها وكيف تشتغل؟ عشان اسهل عليك بشبهها بلعبه. تخيل ان في عندنا شخصين، واحد منهم اسمه خالد وهو فنان يعني رسام، والشخص الاخر اسمه احمد، واحمد وظيفته انه ناقد. في هذه اللعبه مهمه خالد انه يرسم صوره، اما مهمه احمد انه يشوف الصوره ويكتشف هل هذه الصوره حقيقيه ولا مزيف. فاللي يصير هنا الان انه خالد يبدا يصور او حتى يرسم، ولما يرسم صوره يعطيها احمد على اساس انها صوره، احمد يشوفها يقول لا هذه مزيف، هذه مو بصوره حقيقيه، فيرجعها لخالد، وخالد يعيد العمل عليها ويعدل بناء على ملاحظات احمد، ويرجع يعطيها احمد مره ثانيه، احمد يشوفها يعطيه ملاحظات جديده يقول لا هذه مزيفه، هذه ليست صوره حقيقيه، ويبدا يعطيه ملاحظات، يرجع خالد ويعدل عليها مره اخرى ويعطيها احمد، وتستمر هذه الدائره وتستمر هذه الدائره الين ما يوصل المرحلة انه خالد يعطي رسمة لأحمد وأحمد ما يدري انها مزيفة، يعتقد انها صورة حقيقية. تقنية جانز تعتمد على نفس المفهوم بالضبط. بهذه الطريقة العبقرية يقدر برنامج دراغان انه ينشئ صورة لما انت تشوفها ما راح تعرف هل هي مزيفة ولا لا، لانه خلال الاجزاء من الثانية بسيطة في تقييم داخلي. خليني اصدمك واقول لك انه هذه التقنية هي بالفعل معتمد عليها في الديب فيك، وبالتالي لما نستخدم برنامج دراغان فانه نقدر نعتبره ديب فيك بشكل او اخر.
بس برنامج دراجان فيه ميزة ثانية مبهرة جداً، مو بس هذه، مو إنه مثلاً إذا في جبال ونزلتها إنه هو راح يصنع محتوى غير موجود أصلاً، يحط وراء الجبال شغلات ثانية، أو مثلاً بنت يقصرون ملابسها راح يكمل جسمها وبناء على لون جسمها الحقيقي، وأيضاً يحط لها ركبة لأنه يعرف إنه في هذه منطقة لازم يصير فيها ركبة، ولا في بنت أساساً ما كانت تضحك، هل هو شيء ألطف إنك تضحك؟ نعم، نخليك تضحك ويطلع لك أسنان، لاحظ إنه ما خلاه فاضي ولا راح غلط وحط أنياب، كل هذا مبني على فكرة إنه مدخلوا عليه كمية داتا وصور مخيفة جداً اللي انت علم منها، وصار يفهم كل شيء، صار يفهم حركة الأشياء، يفهم أنه الإنسان عنده ألوان متعددة، يفهم أطوال الناس، يفهم أنه الإنسان عنده أسنان والحيوانات عندها أنياب، وبعض الحيوانات لديها ذيول طويلة وحيوانات أخرى ما عندها ذيل. بس هل انتهينا من مميزاته؟ لا، رقان قادر أنه يدرس الصورة ويفهمها ويفهم أنه هذه خلفية وهذا الشيء بالأمام وهذا الشيء بالخلف، ويقدر يفهم أنه هذا كائن ضمن الصورة. ولما نقول كائن فمعناته أنه الكائن هو عبارة عن كتلة واحدة، لما تحركه فإنه لازم يتحرك الحالة بعيداً عن الأشياء اللي في الخلفية أو الأشياء اللي حوله، سيتحرك ككيان واحد، مو مثل فوتوشوب لما تحرك شيء بالصورة فإنه الجدار اللي جنبه ينسحب والشجرة كذا فجأة تصير معفوطة والحركات هذه. الأجمل والأكثر إبهاراً إن كل الميزات اللي تكلمت عنها ما تحتاج لا خبرة ولا أكواد برمجية ولا أي شيء، أنت فقط بحاجة إلى كمبيوتر وماوس. البساطة فيه هي اللي راح تخليه يغير عالم التصميم بالكامل ويحط فوتوشوب في ورطة حقيقية. حالياً البرنامج تم إصداره في جون الفائت وهي النسخة الأولية منه فقط، ولما نقول أولية معناته إنه في نسخة ثانية وثالثة وفي مميزات أكبر جاية. فمثلاً واحدة من الأفكار المستقبلية قاعدين نسمع عنها إنه ربما يحصل البرنامج على التكامل مع الصوت بحيث الذكاء الاصطناعي يبدأ يولد أصوات مناسبة للصور اللي أنت تشتغلها. الآن دور فوتوشوب وأدوبي إنهم يقدموا رد على هذا الشيء. إذا فوتوشوب ما قدرت أنها تقدم شيء بنفس التقنية والأهم أنها تضاهيها، فإنه قد لا يكون هناك مستقبل لفوتوشوب. وأخيرا مع السؤال اللي بيخوف أي شخص من الذكاء الاصطناعي، هل أنت كمصمم أو مصور خايف من أنه هذا الشيء يحل مكانك، ولا تحس أنه بيكون مساعد لك بالرغم من أنه سهل للكل؟ أنا أدهم، لا تنسى تشترك معنا، أشوفك الفيديو القادم إن شاء الله. إذا عجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك. مع السلامة.